هنعمل ترايفل بالزبادي. عندك بقى كيكه مثلا فانيليا نشفت بايته ومحدش عايز ياكلها، هبطت مثلا منك وانت عايزه تداري على الموضوع، فتدخليها في وصفه زي دي هتبقى معاكي خطيره. تعالوا نشوف مقادير الترايفل بالزبادي. هقول لكم مقادير الكيك وعملناه مع بعض قبل كده كتير جدا، الطريقه دي معتمده، جربوها تطلع معاكم حلوه جدا. معايا كوبايه ونص من الدقيق، اتنين بيضه وفانيليا، نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. دي كده مقادير الكيك. للتشريب عندي كوبايتين من الحليب ومعلقتين كبار من السكر. هشرب الكيك بعد ما فرمته كويس قوي، ممكن طبعا تحطوه ديسكات حسب ما تحبوا، بحليب وسكر. ممكن تبدلوا كوبايه من الحليب بكوبايه من الكريمه، كريمه الخفق او الطهي، بتبقى دسمه جدا وجميله برده، بس مش عايزين نعلي التكلفه. للحشو بقى عندي خلطه زبادي بالفاكهه، يعني عندي 5 علب من الزبادي، ممكن زبادي ساده، زبادي بالفواكه، يعني اللي متاح عندكم. الفاكهه اللي موجوده، يعني اي فاكهه موجوده عندك في درج الثلاجه تقدري تستخدميها. انا هنا كان عندي شويه كيوي وعنب وموز وتفاح، ممكن نحط كنتالوب، نحط بطيخ، لا مش هتبقى حلو، ممكن نحط ايه تاني، خوخ، برقوق، ايوه مش مانجا، انا مستنيه المانجا عشان اعمل لكم ترايفل المانجا، يعني ممكن موز بس، ممكن زبادي بس على فكره. فانتوا تقدروا تحطوا الفاكهه اللي موجوده عندكم او اللي متاحه عندكم. طيب تعالوا نشوف هنركب الطبقات ازاي مع بعض. اول حاجه نشيل بقى الكمون، ده ملوش دور من الاعراب. هحط الحليب وبارد طبعا، ما يكونش دافي، يعني يكون خارج من الثلاجه. عندي الحليب ومعايا السكر، واقلبهم مع بعض كويس. هجيبها اللي طارت دي، ممكن شويه فانيليا، ممكن نخليها بالشوكولاته ونحط شويه كاكاو مثلا خام او بسكر، حسب بقى ما انتوا تحبوا، يعني حسب حابين ان الكيك يبقى طعمه ايه. تمام تمام جدا. ناخد بقى كده، عندي مقادير التشريب. هناخد الزبادي، دي زبادي خوخ، يعني كانت موجودة عندي فتمام هستخدمها اهو. حط عليها الكيوي. عايزة اقول لكم الحاجات دي بتبقى في الصيف جميلة وساقعة، ولو عندي عزومة مثلا او في البيت مجمعين العيلة عندنا، ما بتاخدش وقت وفي نفس الفكره طعمها حلو. يعني انا احب قوي الحلويات اللي ما بتاخدش وقت وتقدمها شكله شيك، فهتعجبكم قوي لو جربتوه. يبقى حطيت مجموعه الفاكهه بتاعتي على الزبادي واقلب بقى كله مع بعض. بس خلاص هنعمل ايه اول طبقه؟ هنعمل الكيك ونسقي. نجيب الكبشه كده ونبتدي بقى نعمل الطبقات. ممكن طبعا تعملوا كريم شانتيه لو مش عايزين زبادي، او حاسين الموضوع هيبقى شويه مكلف، ممكن عادي ممكن نعملها بالكريم شانتيه والفاكهه ونعمل برده طبقات ونعمل التشريب بتاع الكيك، هيدي نتيجه حلوه قوي قوي. نلبس بقى ونبتدي نشوف هنعمل ايه. ممكن كمان تسقوا الكيك جيلي هتبقى خطيره، فانتوا بقى على حسب انتوا حابين في الاخر شكلها يبقى عامل ازاي. يلا بينا. هاخد نص كميه الكيك اهو، دي كيكة فانيليا عادي خالص واحنا قطعناها. تمام نعمل طبقة كده، واخد الحليب بالسكر، ناخد ده كده واسقي الكيك عشان يطرى. بس معايا هي كيكة طرية وكل حاجة، بس برضو عشان تبقى حاسين ان هي فيها رطوبة متبقاش ناشفة، مش كتير برضو. ليه؟ عشان عندي الزبادي، فالزبادي بالفعل هيطري الكيك، فعشان ما يبقاش الموضوع ما تعجنش او ما تبقاش كلها كده ملزقه في بعض. ناخد نص كميه الفاكهه اهي. بصوا بقى الجمال، تحفه. ادي طبقه الفاكهه، طبقه الزبادي، وناخد طبقه الكيك الثانيه. نفس الكلام، نوزعها بس كويس عشان دايما اقول لكم ممكن نعملها بالبسكوت على فكره لو انتوا حابين، برده هتبقى جميله. خلاص بقى انا هحط دول ما جاتش عليهم
ونكمل الخلطه اللي على الوش. نضغط كويس قوي عشان بس افضي مكان للزبادي باخر طبقه. نسقيها برده نفس الخطوات بنفس التفاصيل. ممكن تعملوها في كوبايات واحده، يعني ممكن تخلوها مثلا في بولات صغيره بحيث يبقى كل فرد كده ياخد له الكوبايه بتاعته. عايزين تعملوها في قالب الترايفل برده تمام. انا بحب بصراحه اعملها كده وبتتغرف بقى، تاخده بقى بالمعلقه كده من تحت تبقى حكايه. اهم حاجه بس نشرب الكيك كويس عشان يبقى طري معانا. تمام، نضغط عليها. ماشي، انا هحط دي ويلا بينا نحط اخر طبق بقى اللي هي الزبادي بالفاكهه. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي قوي. نسوي الوش كويس وتبقى عندي هتدخل طبعا الثلاجه عشان تسقع كويس جدا والطبقات رايحه على بعض وتبقى مدياني طعم حلو في الاخر. بس كده.